قلتي بالعرب هو جميل هاي المحويلة دولة تكلمه أحمد عبد الكريم وهو كم دي هي اللي بنا قرن كم دي هي جلنا كم دي هي لما قرأ دولة تكلمه كم دي هي صلاة الدين كم دي هي نهاية الحرة وكلمه وكم دي هي قدومي حرة بارو كلمه تريال سرة أو تريه كلمه يو ملح كراوات فربنا بنتي واحد بيسود وين بيتانه فادو شيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كفريق منه بيتارو عفوا فلان من الحويلة سرانتا يو ملكدا يو رئيسك دول النمو يا صوص عتين شن يتوين بري أي رسالة وضع لوتينا وحقيقة وحال هذا مرحبنا وقت بدل كدل له ما دام سفر بدل الجنوب وحافظ همش كانت أصور هي إلى مراعتان بيش أن الكسر جميني وقال البنان كيري هاي وحاليها نيوم بتالي تدك الدياس برا عن الله وطلقلي يددك السياسيين تا اللي كرا انت برا الله أخوة سعطة ربا كسيدة ونعدين لها ورد لها وقال الله نقشد نيسي وكيرين وقال انت ساعاتو وقال بتالي وحالا يقول شيء يا الله شيء كيستي إلي كبتو سعاشر يكوسر وعقول يا الله وطوحو قديمة كل سعاو بغور فضلات ريشنتي أيام الترك هو اللي يسوي وعلى قبل كمدوك ليش يقول رئيسي دولد محاسي أدرى بطرق بيوت كسفته ولين هو شغايا كبعد المطور حكا لا يمين كل مربع وحاكو جنت طبه بيوم رواس علام سيدا سي مركا واحد كل غرسة حتى سيلا تاي سيدا أفقاقي آتو شاكتاي دمك بغضاء وعلى هاي المدل العورية من صوت عليها مركا سوروا مرلوادي مرلوادي مرصد حال تدك الدقيقة كان تقيني وقوه يدح يطوح فرقوا وقالا وحيدكم ارتقاله اللي بقيرة أفروا غير روك أسي السعوتين وحاولوا ارتقاله دولا إذاها مركا حتى وحسكو ديالي دولتان وراع قيل كب وحب عشان يقدر وحسكو ديالي دولتان هلو بدان أو بريم بدان فقط من الصدع الشيء واحد قائل تذكر هذا غير محلوني فقط جاي حوار عالي لو كل ما يجي هذا انت قليل وراء ذوق ينسو هذا كل انت هذا الشيء هذا